حاطينهم تحتيه. مايك مايك بعت لك هما شو بتشبه ولاد جو. مايك ايه؟ لا بدي اسالك سؤال. لا لينا ما غيرها اليوم تجي لعندك على الصالون؟ على لينا شو مالك العادة تسألي عن زباين؟ ما عم تضارب عليكي؟ لا شو عم تضارب؟ ما عم تضارب. ايه عم تضارب علي. اصلا هي السبب انه انا وفادي انفصلنا، مشان هيك بدي منك ما تستقبلها هون. نيفر نيفر. ايوه هيك لكان. خلاص اتركي الموضوع علي، بكره بتجي لهون يا لطيف يا لطيف. شو بيكاوي فيها؟ عن جد؟ شو بدك تساوي فيها؟ وعد علي يا ميمو اني اخذ حقك. شو رح اعمل؟ انا رح اقول لها انه تعي شوفي ممثلات كلهم عم يقصروا شعرهم ويزعدون، يعني رح اقنعها انه تزعل شعرها واحرق لها بحيث يكون قصير ومحروق. انت صلعه شو رايك؟ لا لا ما في داعي، انت ما تستقبله وبس. طيب اسمعي لقلك، رح اقول لها انه عندي ماسكات لتبييض الوش، ولما تجي رح اخلي لك وشها يصير مثل وش رغيف الخبز المحروق. شو رايك؟ لا لا مايك ما في داعي، انت ما تستقبله وباي.